السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن العربية الجديدة قريبا إن شاء الله هتنزل في مصر، وهي السيارة كيا سيلتوس موديل 2020. ولما تنزل فعلا إن شاء الله هتبقى منافس شرس وسط مجموعة السيارات كروس أوفر في مصر. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. شركة كيا هتقوم الفترة القادمة بإطلاق سيارة جديدة من سياراتها، وهي كيا سيلتوس موديل 2020 بشكل رسمي في الأسواق المصرية، وهي في فئة سعرية جديدة مع سيارات كيا كسيارة كروس أوفر. سيلتوس هي عربية قوية هتكون قادرة على المنافسة بشكل قوي في الفئة السعرية مع عربيات قوية من مختلف السيارات زي سيات أرونا أوبل كروس لاند في نفس الفئة السعرية. هنشوف كيا سيلتوس في الأسواق المصرية بسعر قريب جدا من هيونداي كريتا، وهتسعى كيا لضم تجهيزات وكماليات ووسائل أمان أقوى من كريتا لإشعال المنافسة بينهم، لأن الكل عربية من هيونداي هتلاقي عربية منافسة ليها من كيا زي كيا سيراتو والإنترا اي دي توسان وسبورتج. هتكون سيلتوس المنافس المباشر لكريتا بجانب منافستها العربيات التانية القوية الكتيرة الموجودة في نفس الفئة السعرية. مواصفات كيا سيلتوس موديل 2020: محرك 4 سلندر 1600 سي سي، قوة المحرك 123 حصان، عزم دوران 154 نيوتن متر، نقل الحركة أوتوماتيك من 7 سرعات، شاشة 10.2 بوصة اندرويد اوتو وابل كار بلاي، شاشة للعدادات 7 بوصة، شاشة 8 بوصة للتحكم في نظام الصوتي. هي دي مواصفات كيا سيلتوس اللي هتخش في السوق المصري الفترة اللي جاية. وبالنسبة للتسعير فهو غالبا هيكون من 300 الى 400 الف جنيه مصري. وفي الحدود دي هنلاقي عربية كيا سيلتوس هتتقدم بثلاث فئات في الاغلب. الفئة الاولى منها باسم اس، والتانية سبورت بلس، والفئة الثالثة هتبقى جي تي. من المتوقع ان احنا نلاقي محركين مختلفين مش محرك واحد. لم يتم اطلاق العربية دي حتى الان في السوق المصري علشان نقدر نعرف التسعير بالظبط هيبقى قد ايه، لكن تم تسعيرها في الخارج من فترة كبيرة. تم تسعير اول فئة من العربية دي بسعر 17900 دولار او حوالي 290 الف جنيه مصري، واعلى فئة من العربية تم تسعيرها ب 28800 دولار، يعني حوالي 460 الف جنيه مصري. الاسعار هي محولة من الدولار الاسترالي وليست اسعار رسمية، لكنها وضحت الفئة اللي بتنافس فيها العربية واللي هتبدأ من 300 الى 400 الف جنيه. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لكم معلومة مفيدة. اشكركم لحسن المتابعة، والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.